إنجيل القداس من مزامير أبينا داود النبي. السماوات تذيع مجد الله، والفلك يخبر بعمل اليدين. في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير. ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها، ويشفوا كل مرض وكل سقم. وأما أسماء الاثني عشر رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، واندراوس أخوه، يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه، فيلبس، بارثولوماوس، توما، ومتى العشار، يعقوب بن حلفة وتداوس، سمعان القانوي، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تذهبوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل بالحري اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضال. وفيما أنتم ذاهبون كرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا المرضى، أقيموا الموتى، طهروا البورصة، أخرجوا الشياطين. مجانا أخذتم، مجانا أعطوا. لا تقتنوا لكم ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا لكم في الطريق، ولا ثوبين، ولا أحذية، ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية تدخلونها فافحصوا من فيها مستحق، وأقيموا هناك حتى تخرجوا. وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة أو القرية، وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم، ستكون لأرض سادومة وعمورة يوم الدين راحة أكثر من تلك المدينة، والمجد لله دائماً.